راسك فاهم تقول لي مدينة الشيخ مقام كل تخمم شي لشيخ تخمم ليش اخويا ماشي اخويا ان شاء الله اليوم جينا لوجده خوا ان شاء الله جينا خاوة باش ديو ثلاثة النقاط ديالنا ستريس بونت ان شاء الله خاوة ما تبقاش هنا ان شاء الله نبقاو لوجدة شو شحال الدراري خاوة مدحية براسها خاوة الجمعة ولا كاين اللي سامح في الخدمة كاين اللي سامح في القراية خاوة كل واحد شنو يعمل تيكس بالاخر هما خاوة شنو كيعملوا معانا في اي بارتي دو ما عرفناش غنجاوبو برزقهم خاوة ما كنقولو لهم شي دخلوا لنا باطا كنقولو لهم خاوة يجيبوا لنا التيكس خاوة الدراري برزقهم هاتي انك تشوف خاوة الدراري كاملة باقا مقطعة خاوة فين هو التيكس الوجدة تيكي فين هو خاو ما فهمناش حنا الجامعة خاو واش عندها معطاش ان شاء الله اليوم ثلاثة خلينا السلام عليكم الكلمه ديالك ان شاء الله احنا جينا من طنجة 700 كيلومتر كنتمنى ان شاء الله نتيجه ايجابيه وهذا الجمهور الكريم كامل ثلاثه فرحان ان شاء الله كنمدير ديالتها هي فريق واش تحدثاش 12 ساعه د الطريق الخاوي سقسيني فين تسقسيني كاين جوا سقسيني كيما كاين اللي طنجه ما كايناش هنايا حاطو قال لك 1000 ما كايناش وفي مشاو التيك بنادم ما مقطعش شنو بنادم دار الطريق ماشي الاسود عاوي 12 ساعه الله دراري تشخشخو في تيطوان خاو طالعين كي تشخشخو تقول لك خاري شنو تقول لك لهجي بزع له فين هادشي الله يسمح له راهم يعدلوا معنا شي حاله خاو عطوا لنا شي حاله خاو انا اللي باغي يبان جميل السلام عليكم سعيد اخي الحمد لله اللي ما ثلاثه كيدي بالي دور كاع فوا سوي الاقحام ما شاء الله حبيب عبد ايما اخويا بغينا الطروب وتبقى في وجده هذا النهار هذا اما كان ان شاء الله ديالنا اخويا طنجة وديما منوفيا وديما بركات هذا هو صار اليوم ان شاء الله ثلاثه النقط ديالنا وشوف بريميرا نبقى في بريميرا الله يرحمنا وعاشوا شكون عاشوا الدراري ديالنا والدراري ديالنا اللي كاملين كي دي بلاصيو ما كيعرفوا لا حراره لا عيد لا والو صلوا على الحراره كيعرفوا لا حراره دائما مع النور ما كان في خاطر هذوك اللي كيقولوا على التيكان بعطيتو هاي دوك يا الفريق ديالنا كان سوبر 90 دقيقه ما كيمناش يدي كيكون بار بانيكون 50 100 كان بحال ما كان ندخلوا ندخلوا حنا طنجة ولاد المدينه ما كيمنا حتى شي حاجه اللي كيمنا هي تريس بونتوس غنديو من هنا ان شاء الله وغنفرحوا به وشي حاجه اخرى بالغلا ولا بدا العام اللي ماشي نهضروا على الغلا ولا دابا خاوة خصهم يديروا لنا شي حاجة ضروري كانت عصبة دابا حرارة فهمت كتجي من الدوخة والعيد هذا والهواش وانا مخلي الوالدة ديالي هيدا وماشي من هنايا وما دي بلاصيناش عرفت بدا انا خاوة سبورتي الفرقة خاوة ودابا خصهم يشوفوا لنا شي حل ولا غنتعصب هاد الحرقة د وجدك شوف واحد الحاجة نختموا بها هي الكوليس أحسن جروب في الطنجة الصوني هذا المانو الكوليس هي رجل أحسن جروب في المغرب
احسن يخرج في المغرب وما حنايا عندهم هذيك المطار لعب لك في طوال باقي ليا كتلاق يا كتلاق اول يخرج من المغرب احسن يخرج خلاص انا قطعت لا قالك اخاوا في بلاص مو ما نساهاش زينها ورزقي ماشي ولا الدراري ولا الزهره هي دار الدرطه حتى روا با تبقى هنايا اول خوت السلام عليكم ومرحبا بكم عندنا في وجده شراه معروف جايين ترجعوا الحق وطنجه وراهم خوتنا وحبابنا وصحابنا ومرحبا باي مدينه هنايا الا الوداد الطروبو ديالنا راكم عارفين ما نهضروش عليهم خلي داك الجمره ديما مرضيه واللي يربح بصحته انا بايت معاهم سيمان انا يا احسن ضياف وما يخليوكش تعمل لي كيف دراري تخاوا معروفه على طنجه الصولو الكولي جاوا معنا ربي وربي ما ينسى نظرنا ومخبي مر بحور على ناويلا تاع الباسي خمو في مريانا ويلا تاع الباسي خمو في مريانا صار والغربة من عيني يقول أبوي المحلي قطعني ودير مزي أنا يا ضايع صغري ربي اللي عالم بي أنا يا ضايع صغري ربي اللي عالم بي أنا عمري سحيلي خاتو مارلي يا باصة مش تبكيلي كورية اللي نبغي أداخلها في ديني وأنا يدير ربي أداخلها في ديني ولا يدي ربي يا قولي يوطا واش يا ابو صافي السخاوة ديالي كتشوف الأجواء ما كنعبقو لا الطريق لا حرارة لا الشتا دايما مع سلم وسخاء كنعرفو الصولو يا ربي أخا خاصة تطلع حنا معاها خاوة ديالي معاها إن شاء الله إن شاء الله بقنا معاها بيتر بيتر تلمت بوتر بيتر تحية الناس في الدخا بس الناس دوجدة Thank you.
معليناش الله واش الاجواء كيفاش دازت اليوم مع اجواء صحيه جمال المشتيه الصراحه استقبل الناس استقبال تصالحوا بنا الصراحه حسينا بحال المدينه ديالنا الصراحه والله الا اللهم لا سلام على استقبلونا كل شيء ان شاء الله الدسبار ديال الحريه ديالنا اللي خصنا حنايا واللي غلب اللي غلب اللي غلب صحته غنبقاو جوج بينا بريمو ان شاء الله جوج بينا نبقاو بريمو شكرا تحيه وجديه شكرا ثلاثة بويتوس ان شاء الله هذا النهار هذا مربوحة جايبينها اديلانتي شيء يا بابا تصير ما تقدرش معاك